اهلا وسهلا اهلا متابعين، ان شاء الله يا رب تكونوا باحسن حال. اليوم جبت لكم بسبوسه برشا سهله، بسبوسه مثل شغل المحلات او المطاعم كما تشوفوا، في شكلها بسيطه، محشيه قشطه وكريمه. ان شاء الله يا رب تعجبكم. مكوناتها كما عودتكم ديما بالمكونات اللي تكون متواجده في كل بيت، وانا كما العاده باش نخلي لكم الطريقه بالتفصيل والمكونات اسفل الفيديو، تابعوها. وهذه المكونات اللي نحتاجها: هذا شكل البسبوسة من الداخل كما حكيت لكم، خاصة للمبتدئين ما يعرفوش يطيبوا، هذه تساعدكم. ونبدأ بصل بالوصفة. ناخذ في وعاء، ناخذ كوب سميد، نضيف عليهم كوب حليب باودر، بعدين نضيف نصف كوب سكر، نضيف بيكنج باودر مع رشة فانيليا، بعدين نضيف عليهم علبة قشطة، نضيف 100 غرام زبدة مذابة، ونخلط المكونات الكل حتى تتجانس مع بعض. بعدين نقسمها قسمين، نفرد القسم الأول في الصينية والرصف هو كما تراه بالملعقة، بعدين ندخلها على الفرن على درجة حرارة 180. على جانب ناخذ في قدر، ناخذ 4 ملاعق نشا هذه الحشوة، نضيف عليها 4 ملاعق سكر، نضيف عليها كوبين من الحليب، نحرك على النار حتى تتقل الكريمة، هذه القوام متاعها. بعدين لما تبرد نضيف عليها علبة قشطة، نقلب المكونات كلها مع بعض، هذا الكريمة اللي حصلنا عليها. بعدين ناخذ البسبوسة، هذه الطبقة الأولى، نضيف عليها الحشوة من فوق، نتركها تبرد شوي. بعدين ناخذ النصف الآخر من عجينة البسبوسة، نضيف لها كوب إلا ربع حليب، بعدين نضيف على طبقة الحشوة والكريمة، بعدين ندخلها للفرن من فوق بس. هذا شكله بعد ما خرج بالفرن، نغطيها بالحليب المكثف أو بالقطر كما تحبوا. وهذه البسبوسة كما ريتوها سهلة برشا، إن شاء الله ربا تكون عجبتكم. بعدين نغطيها بورق ألمنيوم ونتركها تتماسك، بعدين نضيفها بالورد المجفف والفستق. التزيين يبقى حسب رغبتكم، من وين عندكم زينوا بيه. وهذه البسبوسة كما تروا فيها محشية كريمة، وانا كما حكيت لكم باش نخلي لكم الطريقة بالتفصيل والمكونات اسفل الفيديو، تابعوها. وان شاء الله يا رب تكون الوصفة عجبتكم، وكما العادة ما تنسوش اللايك ومشاركة الفيديو لكل اصحابكم وحبايبكم، وخليكم مع بقية الفيديو. مشاهدة طيبة وبسلامة.